السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في فيديو جديد من ضمن الفيديوهات اللي صورت في إمس فران. وهذا الجزء هذا غادي يكون خاص بمعلومات عن تخييم واكتشاف الشاحنة الكلاسيكية وكذلك المعمل القديم للخشب. إذن فبالنسبة للأشخاص اللي كيشوفوا هذا الفيديو لأول مرة، فكاين واحد جزء واحد آخر قبل هذا الفيديو هذا اللي هو الجزء الأول، فيه معلومات خاصة بالتراجي باش توصلوا لهاد المنطقة ديال إمس فران وكذلك تعريف بمنطقة إمس فران. إذن فاحنا كيف ما كتشوفوا أول مرة وصلنا لإمس فران وقلبنا على فين نحطوا لاطونت ديالنا، فتفاجئنا بان كاين العجاج وكاين ديك البوادر الاولى ديال ان الشتا غادي يطيح، ومما ارتئينا اننا نصبروا واحد الحيز من الزمن عاد نوليو نرجعوا نديروا لاطونت ديالنا في واحد البلاصه اللي تكون مخبيه على العجاج. وفعلا في الاخير غيرنا الفكرة وهزينا هاد لاطونت وحطيناها حدا الشجرة. انا شخصيا استغليت هاد الوقت المستقطع وبقيت كنلاحظ لونتوراج ديال هاد المنطقة اللي كيخيموا فيها الناس. هنا لقيت بأن كاين هاد المعمل، وهذا المعمل وحده ديك الشاحنة اللي الكولور ديالها أحمر. فأنا كان عندي واحد المعلومات مسبقة لهاد الشاحنة وهاد المعمل، وغادي نتقاسمها معكم من غادي نوصلوا للمرحلة ديالو. فحطينا لاطونت ديالنا في هاد المنطقة هادي اللي جات ما بين الشجر، وبعدناها على الواد باش تلك الواد في الليل غادي يعني يقدر يعمار ولا شي حاجه، نكونوا بعاد على الواد. وهذه من التوصيات ديال بعض الاصدقاء ديالي. وهنا جاء الدور على تنظيف المكان وتقسمنا المهام ديال كيفاش غادي انستاليو هاد لاطونت، كل واحد دار عمل وفي الاخير حصلنا على هاد لاطونت بهذه الطريقه هذه. وكنا جينا بالسياره حطيناها حدانا، القضية مأمنة هنا، خصوصا أن السلطات المحلية كيقوموا بدوريات متعددة لهاد البلاصة هذه، وهاد البلاصة كيحطوا فيها لي طونت يعني ناس من عائلات وكاين أصدقاء، يعني الأمور مزيانة ما كاينش زعما صداع ولا شي حاجة. وفوالا بالنسبة لمعلومة أخرى، بالنسبة اللي ما بغاش يخيم هنا راه كاين لي زوبيرج وكاين لي طونت كيتكراو بالنسبه اللي ما جابش لا طونت ديالو، دونك كلشي مزيان. فاش حطينا لا طونت ووقفناها مشينا اكتشفنا هاد العين هادي ها هي في الليل، وشربنا منها وعمرنا منها الماء. وهاد العين هادي فهي قريبه كتقطع هذيك القنطره الخشبيه اللي فيها دوك العواد ديال الخشب، كتقطعها وكتمشي تجيب الماء ديالك، الماء راه مزيان تما وكتصفيه بهذيك الصفاي. المهم باش نهضر لكم داكشي اون بريف، بالنسبه بغيتو توصلوا لإمس فران ما فيها باش نعاود التراجي، واخا المهم راني قلته في الجزء الاول. بالنسبه الا بغيتو توصلوا لهاد المنطقه فعليكم ضروري خصكم تدوزوا لواحد الفيلاج سميتو واويزغت، ومن واويزغت غادي تدوزوا لواحد الفيلاج اللي تيلو سميتو تيلوكيت. هذاك الفيلاج تيلوكيت غادي تشريو منه كاع داكشي اللي غادي يخصكم الا ما جبتوش معكم بحال هاد المؤونه اللي كتشوفوا. الا ما جبتوهاش معكم من الدار ممكن تدركوا الموقف وتشريوها في الفيلاج ديال تيلوكيت اللي كيبعد على إمس فران تقريبا مشي 12 كيلومتر، فراه فيه كلشي. اي حاجه بغيتو تشريوها من تما تشريوها، خضراء الفواكه المعدات ديال لاطونت اي حاجه ناقصاكم تقدروا تشريوها في داك الدوار. فهنايا حنايا كنا جبنا معنا هاد الخضراء من بني ملال وديناها لهاد البلاصه هادي، ودينا المهم لي كيبون ديالنا. لاطونت ديال فيها 4 ديال الناس، يمكن لينا نعسوا ب4 بينا في ديك لاطونت. وفيها داك الخرجه ديالها فين كنا كنحطوا داك لي سبادري ديالنا وال الحاجه اللي ما كتكونش مهمه كنحطوها تما على برا. فهنايا كنا درنا سوينا داك لاداند و
قشرنا الخضره ودرنا هنايا واحد الطاجين باش اننا ندوزو واحد الليله مزيانه ونجلسو. وفكرنا ان الحاجه الوحيده اللي تقول لنا فيها فهي هذا الفاخر ما جبناش بكثره ومشينا حطبنا، فمشينا حطبنا باش اننا نشعلوه العافيه بالليل تما ونسخنوا عليها، ولا شي حاجه مثلا بحال هكا نديروا يعني ضروري الحطب مهم خصك ضروري يكون عندك. فهنا تعشينا وكلينا المهم هذيك الماكله الاولى ديال لادان، وهنايا درنا هاد الطاجين هذا، في حين انني انا وواحد صديق ديالي واحد اخر مشينا للغابه بالليل بالليل وكنقلبوا على الحطب. فكيف قلت لكم فهما كاينين لي زوبير تقريبا الثمن ديالهم بالمبيت بالماكله بالفطور والغداء والعشاء تقريبا 200 درهم 250 درهم، الاغلى واحد كيكون 250 درهم. فيمكن لكم يعني الانسان اللي ما عندوش مع التخييم يمكن له يمشي لي زوبير، واللي نسى لا طونط راه كاين لا طونط كتكرا. فهاد اللقطات اللي كتشوفوا دابا حنايا غادي نعمروا الماء لان الماء تقاد علينا، وهاد الماء اللي خصنا نمشيو نجيبو ديال الشريب وديال اللي كنطيبوا به. فوصلنا لهذيك العين عاوتاني مره اخرى وخدينا هاد الماء وصفيناه عاوتاني باش نديو دير بعدا واحد الكاس وصفي هذاك بوحدو باش يحيد داك التخت اللي كاين تما. صفيه بوحدو اذا. فرجعنا انا والصديق ديالي لقينا الاصدقاء ديالنا الاخرين كيقوموا بالدور ديال الطياب ديال الطاجين، واستغلينا هذا الوقت هذا فاننا نشعلوا العافيه ونجلسوا على برا ونديروا هذا الدكه ديال اتاي اوناتوندون يطيب داك الطاجين. ففعلا دازت ليله زوينه، كان ناقصنا غير شي انستريمو ميوزيكال ولا شي حاجه دوماج ما عندناش. وهنا كان وجد الطاجين باش غادي نتعشاو فوالا. بالنسبه للاجواء فالناس اللي كيخيموا غادي يعرفوا غادي يفهموني على مكان دوي، لان الجو كيكون جد جد رائع خصوصا في الاجواء ديال الليل. كتلقى كلشي خارج من لاطونت ديالو، كلشي كيطيب على برا، الواد دايز الصوص ديال الواد، الناس غاديين جايين، زعما الصراحه داك الاحساس جد رائع، خصوصا انك كتلقى الجيران ديالك اللي كيكونوا في لاطونت وحدين اخرين كيكونوا حتى هما عندهم نفس ليسبري وداكشي، وكتبقاو تلاقاو معاهم سيرتو كيف وقع لينا حنا تلاقينا بعض الاصدقاء تما. وواحد القضيه اخرى ما شرتش ليها هي ان كاين واحد الحوان تما في المنطقه ديال امسفران، ولكن ما كاينينش حدا هاد البلاصه بالضبط فين كتخيموا. تقريبا غادي الى بغيتو تمشيو ليهم خصكم واحد شي 5 دقائق الا كانت عندكم سياره، ما كانتش عندكم سياره تمشيو على رجليكم واحد الكيلومتر هكاك غادي توصلوها. المهم راه في الدوار ديال امسفران. بالنسبه للي ريزو ديال الهواتف راه ما كيخدموش تما، ما عدا الريزو ديال اتصالات المغرب هو اللي كيخدم. هذه باش تكونوا باش تنوطيو هذه القضيه، اتصالات المغرب هي الوحيده اللي الريزو ديالها كيكون شغال تما، لي زوتر اوبيراتور راه ما كيخدموش. وبالنسبه للويكاند راه غادي يكون بيان سور يكون هنا القضيه عامره. فاحنا جينا بالسبت ومع ذلك ما كانش عامره لان كانت الدراسه، كانت نهايه الموسم الدراسي، كانوا الناس مازالين كيقراو. وفهاد المهم يعني اللي بغى يمشي يخيم راه اذا كان عندك الوقت سير في وسط السيمانه احسن باش تستافد يعني اكثر. بالنسبه لي انا فقط انا الاول في الاصدقاء ديالي، وخرجت استغليت الفرصه في ديك الجو الصباحي اللي كيكون بكري باش نشوف الاجواء كي دايره برا، وطلعت اكتشفت هذاك المعمل الخشبي، مشيت طلعت وصورته، ومباشره موراها مشيت للشاحنه الكلاسيكيه. المهم انا ما كنتش عارف هاد القصه ديال هاد المعمل ودير هاد الشاحنه، ولكن فاش قريت وقلبت لقيت بان هاد المعمل هذا فهو كان كيستغلو المستعمر الفرنسي اللي كان مستعمر هاد المنطقه هذه. ف
فهما كانوا كيمشيو يستعملوا ديك الشاحنه الحمراء وكيهزوا فيها الاشجار اللي كاين تما في المنطقه مور الواد، وكيجيبوا داك الشجر لهذا المعمل هذا وكيقطعوه باش يستعملوه في المواد ديال البناء، حيث كانوا الناس كيديروا البيوس ديالهم وداك الشيء ديال القيادات وداك المهم البيوس كانوا اون جينيرال كيبنيوهم بالخشب بحال هذا البيت هذا اللي كتشوفوه مستعملين اصلا اللي كمصنع بحال هذا. وفاش دخلت لداخل في العشيه لقيت بان كاينين دي ماشين تما او الات، وهاد الالات هذه هي اللي كاينه في هذا العصر ديالنا حاليا، ربما زاد التطوير ديالها وانما كتبقى نفس اليوتيليتي ديالها. فهادو دي ماشين غادي يعرفوهم النجار انهم ديال الخشب، هنا كيقطعوا بهم الاشجار وكيردوا داك الشجر على شكل قطع كبيره وكيبنيو بهم البنايات. الاصدقاء ديالي، فبغيت نقول لكم بان الفيديو راه ما كيبينش يعني 100% المكان كي داير، فمن الافضل انكم يعني من قلق من هذا الفيديو هذا تاخذوا واحد الفكره زوينه على ام سفران، فهي مشهوره وكيمشيو ليها سواء النساء سواء الرجال سواء الدراري الصغار، يعني كل شيء كيمشي ليها لان فيها بزاف ما يتشاف. وانا عارف واخا غادي نقول لكم رجعوا لذاك الفيديو الاول يعني الجزء الاول ديال ام سفران ما غاديش ترجعوا، لان حنا هادشي كيوقع لينا انا براسي كنكون كنقلب على شي فيديو كنبغي نعرف المعلومات كامله في داك الفيديو، ولكن انا تفاديا باش الفيديو ما يجينيش كبير وكنبغي نوري كاع جميع لي زيبيزود ديال الفيديوهات اللي كنصور في اي منطقه. فهاد الفيديو هذا فهو خاص فقط بالمعلومات ديال التخييم وكذلك التعرف على هاد الشاحنه ومع العمل مع المعمل القديم. ف بالنسبه اللي بغى يرجع الفيديو الاخر يرجع ليه، اللي ما بغاش بالنسبه للبلايص اللي تقدروا تشوفوا هنا فكاين بزاف البلايص، كاين القمه الجبليه ممكن انكم تطلعوا تشوفوها، راه في الفلوج الجاي ان شاء الله غادي ندوي على القمه الجبليه وغادي تشوفوها، كذلك كاين لي غورج وكاين يعني المضايق ديال ام سفران بالعربيه، وكاين الشلالات ديال ام سفران. بالاضافه التخييم في هذه المنطقه فهو متعه، هو بوحدو انك تجي غير هنا وتدوز بقيت غير هنا راه هي راه زعما غادي تدوز واحد الوقت جد رائع رفقه العائله ديالك او الاصدقاء ديالك. فهذه هي الشاحنه اللي كتشوفوا، هاد الشاحنه اللي اللون ديالها احمر ومره مره فاش كيقدم لي هذاك اللون كيوليو يصبغوها، ولكن الشكل ديالها كيبقى دائما شكل كلاسيكي وقديم. فهاد الشاحنه عندها قصه كبيره وقد صامده لمئات السنين، واي زائر كيجي ياخذ صوره معها. فإلا بغيتي تثبت الوجود ديالك انك زرتي ام سفران فهي هاد الشاحنه، الا جيتي وما تصورتيش مع هاد الشاحنه دونك راه ما بحال ما جيتيش لام سفران. فوالا هادشي اللي كاين كيف ما كتشوفوا. ف الشاحنة يعني أبت أن تكون دائما في هذه البلاصة، هذه المكان المخصص لها، وما يعني رغم القدم ديالها وحتى هذاك الباب ديالها هو مرة كتلقاه يعني كاين في البلاصة ديالو، كاين شي إخوان كيهزو ديك الباب وكيلصقوه وكاينين شي وحدين أخرين عاوتاني كيحيدوه وهي غادية. المهم الباب دائما حداها، و يعني فاش تبغيو تصوروا مع هاد الشاحنه وشدوا من موراكم داك الجبل ديال الكاتدرال اللي هو كيشبه على شكل كاتدرال، وغادي نهضر على الجبل ديال الكاتدرال في الفلوج الجاي ان شاء الله ديال الطريق الى قمه جبل ام سفران او الكاتدرال. ومن موراها ان شاء الله كاين فلوج اخر ديال مضايق ديال ام سفران، واخر فلوج هو شلالات ام سفران ان شاء الله. فحاولوا تتبعوا معايا يعني دقه دقه نكملوا هذه المرحله هذه ديال هذه الرحله ديالنا ديال ام سفران. وكاين واحد لاكتيفيتي واحده اخرى كيقوموا بها في المنطقه ديال ام سفران في الواد اللي هي الرافتينغ او التجديف، فالثمن ديالها تقريبا 300 او 350 درهم، وهي نشاط كيتميز به هذه المنطقه هذه.
فالاصدقاء ديالي اللي عنده شي سؤال او اللي عنده شي استفسار يحطوا لينا في لي كومونتير، وكذلك اللي بغى شي معلومه نقدر نجيبها لهم من عند الناس اللي هما ولاد المنطقه تما. وغادي نخلي لكم كذلك لي ليان ديال هاد الناس. الاصدقاء ديالي وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، وتحياتي لكم، نتمنى لكم تكونوا بخير، ونتشوفوا في الفلوق الجاي ان شاء الله. نخليكم مع هاد الصور.